مراسك قلت عبد القادر القطع قلت له واش كتفكر في اللغه ديال الدار البيضاء؟ قال لي اللغه ديال الدار البيضاء بحال المانيا كارتوفن، يعني داك فيها اللغه ديال العنف، لما خاصك تغوت باش يسمعوك الناس. اذا كيفاش الان ملي كنختاروا السينما كوسيله لتطبيب الناس؟ لا اتذكر من قال هذه العمليه، قال ان وزاره الصحه خاصها تعاوننا باش تعطينا ديك البطاقه ديال المهنه، لاننا حنا مطببين للناس، الفنانين يطببون الناس، والدار البيضاء في حاجه الى الطبيب. وهذا التطبيب الروحي والنفسي والفني ما يمكن يعملوه الا الفنانين، وما يمكن يعملوه الا الصحافه اللي غادي يحملوا هذا الفن باش يوصل لعند الناس ويخبروا الناس باش يستدعوهم ويقولوا لهم اجيو. ننظموا مهرجان الدار البيضاء السينما المستقله انطلاقا من 19 ابريل الى 25 ابريل في ثلاثه تاع الامكنه، المركب الثقافي للمعارف في المسابقه الدوليه، المركز الامريكي الثقافي فيه الفيلم القصير والفيلم الوثائقي وفيه كذلك المختبرات، والمركز الثقافي الفرنسي فيه ندوه حول السينما المستقله وفيه درس مهم جدا لليو كاراكس. ولهذا نطلب من الطلبه الذين يحبون السينما ان يحضروا معنا في هذا الدرس. نقوم كذلك بتكريم احد البيضاويين المخرجين المعروفين وهو سعد الشريبي، من خلال مجموعة من الدارسين سيقدمون مجموعة من الأبحاث حول سينما سعد الشريبي. كذلك لدينا داود ولاد السيد، سنقوم بمعرض صور هنا في المركب الثقافي الأمريكي، وسيقدم داود ورش حول الإطار أو حول الصورة. استدعينا هذه السنة مدير تصوير من مصر، كان اشتغل مع شادي عبد السلام على فيلم مومياء، وسنقوم بتقديم جلسة معه حول كيفية الإضاءة والإنارة بالنسبة للصورة. إذن هناك مجموعة من الأنشطة الموازية لهذا المهرجان. تقريبا تكون عندنا شي 27 دولة موجودة، وخدينا بالخصوص القارات، أننا شاركنا، تلقى فيلم إيراني، تلقى فيلم آسيوي، فيلم بولوني، فيلم أمريكي، فيلم أمريكا اللاتينية، فيلم من الخليج، فيلم من الدول العربية. إذن حاولنا أن نحترم هذا التعدد لنقدم للشباب بالخصوص السينما، أن السينما هي فن متعدد ومختلف، والجميل في هذا الفن المتعدد والمختلف هو أن غير البلد تتغيروا النظرة وتتغيروا الرؤية. والآن مهرجان الدار البيضاء، لأن الدار البيضاء خاصة مهرجان بحالها، ومهرجان بحالها هو مهرجان تاع الشاب، لأن سينما الدار البيضاء تاريخها هي لا تنظر إلى الخلف، تنظر ديما إلى الأمام. إذا ما كنتش جديد لا في صحتك ولا في حياتك ما تكونش فعلا بيضاوي. دونك لهذا فمهرجان الدار البيضاء هو مهرجان تاع المستقبل. انا فرحان بزاف لان واخيرا الدار البيضاء كمدينه كبيره في المغرب عندها المهرجان ديالها، وهذا المهرجان السينما اللي هو كيهضر على السينما المستقله، لان كتهضر على السينما اللي ما كانش عندنا العاده نشوفوها، يعني واحد السينما اللي كداروا قويه، سينما قويه على بزاف ديال الدول، وعلى تيعاودوا القصص ديال البلاد ديالهم وما كنشوفوهاش، لان الفيلم المستقل تكون صعيب باش يكون عنده التجاره ديالو. ولكن هذا المهرجان غادي يخلينا نشوفوا هاد الافلام، وغادي يخلينا يعني نشوفوا واحد الطريقه اخرى للعالم، والعالم غيشوفنا حتى حنا، لانه غيجيو عندنا للدار البيضاء وغيشوفوا افلامنا وغادي نشوفوا افلامهم. بالنسبه لي انا كعضو من اللجنه هذا شرف كبير لي كمخرج سينمائي، لاني غنشوف افلام اللي ما كانش عندي يمكنت انا الامكانيات نشوفهم، لان هادو افلام كيسموهم افلام المستقله اللي ما فكرش تخرج فقط للتجاره، وانما عندها نظره على البلاد اللي جايه منها. وبالنسبه لي انايا هذا شرف كبير. وحاجه اخرى بغيت نقول هو ان الدار البيضاء غتولي واحد المقر المهرجانات، مش فقط السينما، كنظن بان غيكونوا بزاف المهرجانات اللي غيعطيها واحد القيمه، لان الدار البيضاء الان محتاجه المهرجانات بحال هادو باش نشوف العالم يشوف بان هاد المدينه ماشي فقط مدينه فغير كيقولوا ديك الفكره الكليشي اللي كان عطاها الفيلم كازابلانكا، وانما كازابلانكا كثقافه، كصوره، كخيال، وسورتو كبويزي، لان الدار البيضاء بالنسبه لي مدينه بويزي. بالنسبه لي انا اي مدينه في المغرب خص يكون عندها المهرجانات، مهرجان السينما، الموسيقى، الافكار، الكتوبه، اي حاجه اللي نقدروا نعاونوا بها المواطن المغربي باش يشوف كيفاش العالم كيشوف كيفكر، لان لا تفتحنا على الاخرين ولا تفتحنا على الثقافات الاخرين غيتفتحوا علينا حنايا ويقبلونا. المشكل اللي كان عندنا هو ان كنا كنتفتحوا على ثقافه وحده او لا جوج، وتيخلونا دائما عايشين
في هذيك واحد القوقعه اللي كتخلينا نشوف نقولوا هذا هو العالم. العالم كبير والعالم مختلف، والاختلاف بالنسبه لي انايا هي فكره تكون واحد مختلف، فكره جيده لان كنستافدوا وكنتعلموا منهم. اعتراف سيد الادله، اذا نحن نعترف باننا نبحث عن السمو والرقي بالذوق الثقافي بصفه عامه، هذا دورنا ودور مجالس المنتخبه ودور السياسي. اذا نحن ما دخلناش في عمليه تجاريه، احنا التجاره ديالنا هي الرقي بهذا الذوق الثقافي، وهذه السلعه المهمه باش نحاول انه الربح عندنا ربح ثقافي اكثر منه شيء اخر.